اليوم احنا من وجدنا بالقضاء هو خدمة للمواطن وخدمة للقضاء وشعب قضاء الدور. احنا تعاوننا مع اصحاب المولدات بالنهوض بواقع الكهرباء، وتدري انت قضاء الدور مغبون من ناحية الكهرباء الوطنية، دائما تتفجر الابراج ويحصل عليها خروقات كثيرة عن اللي هو الخط الناقل ما بين كركوك وصلاح الدين. فالدور والعلم يعني بهذه الحالة دائما مغبونين، وأطراف الدور من ناحية حمرين إلى الناعمة إلى قضاء الدور. أخذنا على عاتقنا موضوع المولدات وانسيابية العمل موضوع المولدات وتسعيرة المولدات. وضعنا عدادات، قبل كان التسعيرة صيفية وشتوية، الآن اتفقنا مع أهل المولدات أنه يكون عداد حتى لا يظلم صاحب المولد ولا يظلم المواطن، لأن المواطن هو حالة ضعيفة تدري ماديا، حالته ضعيفة ماديا، وبعد هذا التهجير وبعد هذا الإقصاء وبعد هذا الحرب اللي دارت وموضوع داعش. فالدور جمعنا أصحاب المولدات واتفقنا معهم ووضعنا شروط ملزمة على صاحب المولد وشروط قاسية اللي يخالف. لكن بدوره الآن أنا كرئيس مجلس قضاء أنا أشكر أصحاب المولدات اللي هم تعاونوا مع المجلس والقائم مقامية تجاه أهلهم وناسهم. أعظم أغلب أصحاب المولدات سوينا لهم كتب شكر وتقدير، لأن أعطوا خطوط للعائلة الفقيرة، أعطوا خطوط لعائلة الشهيد مثلاً بلاش، أعطوا خطوط مجانية برمضان. وطبعاً أنا أطالب من خلال شاشتكم الكريمة بزيادة حصة المنتوج، منتوج الغاز، حصة الغاز لأصحاب المولدات حتى ما يكون عذر. أنا سعر الأمبير يعني هسه بالشهر 3000، طبعاً هو يعني ما أقل من 3000، لكن إحنا تدري ما يسد الموظف اللي هو العامل اللي هو بالمولد، لكن احنا سويناها 3000 خدمة اللي حتى ما نغبن أبو المولد. لكن احنا اليوم نعمل بجد لخدمة المواطن، وأيضا ما نريد أنه نأذي صاحب المولد. طبعا أنا بدوري أشكر كل اللجان القائمة معي وساعدتني على هذا الإنجاز، وهذا نعتبره إنجاز للقضاء، ونعتبر هذا الشيء، وأود أنه يكون هذا الشيء يتعمم على عموم المحافظة حتى ما يكون غبن على أغلب شعب المحافظة من ناحية أصحاب المولدات.